المباراة في الثلاث الماضي. المواجهة كانت أمام الأهلي، الكرة عند ويلي، ويلي يلعب كرة عرضية بالرأس على طول، الهدف الأول. إذن الهلال ينجح في تسجيل أول أهدافه، كرة ملعوبة عرضية، الصويلح ينجح في الوصول إلى مرمى الرائد، أول أهداف الهلال في هذه المباراة، كرة من فيل هامسون ملعوبة عرضية ممتازة مباشرة لرأسية الصويلح، معها أول أهداف الهلال في شوط المباراة الأول. إذن لاحظ معي، راقب معي الكرة من جديد، لقطة الماضية لفيل هامسون لعب لكرة إلى رأسية أحمد الصويلح، وبعد ذلك الكرة تتحول مباشرة إلى مرمى خالد جراحيلي، معها أول أهداف الهلال في المباراة. فيل هامسون لاعب يمكن عنده الحضور بشكل أكبر مع الكرات العرضية، في حضوره من الجهات اليمين من